السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، عزيزاتي المتابعات، مرحبا بكم معايا اليوم في المطبخ ديالي وقناتي أطباقي وتقنياتي اللي نتمنى الوصفات ديالي يعجبوكم وراكم تجربوا فيهم إن شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم وصفتنا لنهار اليوم وهي لي بابا اللي الناس قاع يحبوها، تقريبا الناس قاع يعرفوها ويحبوها. هي تجي يعني فريمون بنينة وخفيفة، خفيفة بزاف، اللي جربها تعجبو، نتمنى تجربوها وتعطيوني رأيكم فيها. واللي راه معجبينو الوصفات ديالي فضلا وليس امرا، يدير لي جامع على الوصفات، واللي ما راهم ابوني عندي نقول لهم شكرا على التتبع تاعكم للقناة ديالي، واللي ما راهوش مابوني فضلا وليس امرا، اللي عجبكم الوصفات ابوني وعندي باش يلحقكم كل جديد. وكاينه نقطه عزيزاتي المتتبعات، اعزائي المتابعين، هنا نقطه بزاف اللي قالوا لي ما مشي يلحقوهم الوصفات، ما همش يلحقوهم، كي بارطاجيهم حتى يدخلوا للقناه باش يلحقوهم. هنا راكم ماكمش مفعلين الجرس، سي بوغ سا مشي يلحقوكم الوصفات. هنا تلقاو حدا ابوني، تلقاو الجرس، هذاك الجرس لازم تفعلوه، تضغطوا عليه باش هنا يعودوا يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون، يعني اي وصفه تجيكم ولا فيديو نبارطاجي راح يلحق عندكم مباشره. المهم بلا ما نطول عليكم البنات، ندوزو ديريكتومون للمقادير. هنا واش عندنا في الوصفه ديالنا لنهار اليوم لي بابا، حلوه لي بابا؟ واش عندنا؟ نبداو بالفارينه او الدقيق الابيض. عندنا هنا 200 غرام فارينه، 200 غرام فارينه. هنا عندنا ملعقه كبيره ونصف مارغرين بحراره المطبخ، ملعقه كبيره ونصف مارغرين. هنا عندنا ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر عادي، وربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة ملح. عندنا قشور ليمون، عندنا هنايا زوج حبات بيض بحرارة المطبخ، وعندنا هنا حليب دافئ 100 مليلتر، حليب دافئ 100 مليلتر، حليب دافئ. هنا اللي ما عندوش باش يميزوري هنا المقادير ديالنا باش يقيسهم، هنا واش عندنا؟ عندنا هذا الكأس، هذا هاوليكم الكأس بهذا الحجم، ها هو شتوفو مليح، عفوا، هذا الكأس متوسط الحجم، ماهو كبير بزاف ماهو صغير. بالنسبة للفارينة ديرو كأس وربع، الفارينة ديرو كأس وربع، والحليب ديرو نصف كأس تقريبا، نصف كأس تقريبا، بتقريب نصف كأس حليب، نصف كأس حليب أو أقل قليلا. هنا كيما راكم تشوفو لهنا هاي ليكم. هنا قبل ما نبداو في التحضير تاع لي بابا ديالنا، نروحو مباشرة نوجدو الشربات ونطيبوها، باسكو لازم نوجدوها هي الاولى باش من بعد كي طيبنا تبرد، من بعد نخليوها تبرد، لانه كي يطيبو لي بابا ديالنا لازم الشربات ديالنا تكون باردة، ما تكونش سخونة، ما لازمش تكونوا لي بابا سخونين والشربات سخونة، لا، لازم تكون الشربات باردة باش يتشربو مليح. دوك نجيب نوريكم كيفاش نديروها. كيما راكم تشوفوا هنايا البنات، كما قلت لكم، كما راكم تشوفوا هنايا البنات، راحين نديروا الشربات ديالنا. واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا هنا كاس سكر، نفس الكاس اللي وريتو لكم قبل كيلو به، كاس سكر بزوج كيسان ماء، الكاس الاول تاع الماء والكاس الثاني هاوليكم. هنا واش نديروا؟ نخلطوه مليح بالفوي بهذا الشكل باش من بعد كي نحطو الشربات تاعنا على النار ما يقعدلناش السكر في الاسفل، نخلطوهم بارد في بارد هكا مليح، ومن بعد نحطوهم فوق النار. كي نحطوهم فوق النار كي يبدا يغلي، كي تبدا تغلي الشربات ديالنا نحسبو 10 دقائق مع تبدا تغلي، ماشي من قبل، 10 دقائق نحسبوه من بعد الغليان، كي تبدا بعد تغلي نحسبو 10 دقائق ونطفيو عليها. وكي نطفيو عليها نديروا لها ملعقه كبيره عصير ليمون، هاوليكم ملعقه كبيره عصير ليمون، بعد ما نطفيو عليها ندير لها ملعقه كبيره عصير ليمون ونخليوها تبرد، باش كي تبرد من بعد كي يطيبوا لي بابا سخونين نديروهم في الشربات. ودوكا نجوزو مباشره لطريقه تحضير لي بابا. البنات هنا كيما راكم تشوفوا راح نبداو في طريقه التحضير. هنا واش نجيبوا؟ هذا الحليب اللي راهو عندنا 100 مليلتر حليب، كيما قلت لكم حليب دافئ. هنا واش نضيف له؟ نضيف له السكر وملعقة السكر وملعقة الخميرة، كما قلت ملعقة السكر وملعقة الخميرة. بسم الله هاي ليكم بهذا الشكل هذا. واش ندير لهم هنا؟ نضربهم بالفوي هكا، نضربهم مليح باش يتمزجوا مع بعضهم.
بعد ما تمزجوا لي هنايا مليح نخليهم ابار باش يتخمروا مع بعضهم من هنا بهذا الشكل هذا. هنا واش نضيفوا كما قلت لكم هنا واش راح نديروا هنايا، نجيبوا الفارينه هاي ليكم، ها الدقيق الابيض او الطحين الابيض، فارينه بهذا الشكل، نضيفوا ربع ملعقه ملح ونضيفوا لها زوج حبات بيض. بسم الله، عفوا، زوج حبات بيض بهذا الشكل، والزيت تاع القارص او قشور الليمون بهذا الشكل هذا، قشور الليمون. هنا واش ندير، نخلطهم هاك مع بعضهم بسباتيول هذه باش يدخلوا برك مع بعضهم هكا، بهذا الشكل هذا. ومن بعد واش ندير، دوك نحطهم في البيتخا او العجانه ونديروهم بهذا بهذا الشكل هذا، نديروهم بهذا البيتخا. اللي ما عندهاش البيتخا دير بسباتول، تكمل بها بهذه بهذه الطريقه باليد حتى تعجن لها مليح، ما لازم تستعجن مليح، تكملها بهذا الشكل هذا. بالنسبه اللي ما عندهاش العجانه، بالنسبه اللي عندها دير كما قلت لها. هنا كما راكم تشوفوا راني البنات راني درتها شويه بالبيتخا، دركا نضيف لها الحليب والخميره هذوك اللي وجدتهم قبل، نضيفهم لها بهذا الشكل بسم الله هنا، ونكمل نعجنها مليح، ونكمل نديرها تستعجن مليح. كما راكم تشوفوا البنات هنا تبقى تعجن لي بهذه الطريقه حتى نوصلوا للقوام اللي رانا حابينه، حتى نوصلوا للقوام اللي رانا حابينه حنا يكون لنا. هنا نخليها تعجن مليح ومن بعد نوريها لكم كيفاش تولي. كما راكم تشوفوا البنات هنا راني حبست الخلط، راهي وصلت القوام اللي راني حاباتو كما راكم تشوفوا هنا، ها هي درك نحيها ونوري لكم الطريقه الجايه كيفاش نديرو. هاي ليكم البنات بهذا الشكل هذا، بسم الله ها هي عطنا بهذا الشكل هذا، تخلطت مليح بالبيتخا ها هي. درك واش ندير، درك نزيد لها لا مارغارين هنا بسم الله، كما قلت لكم لا مارغارين تعود بحراره الغرفه، عفوا بحرارة المطبخ ها هي، ندخلها مليح مع العجين ديالي كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم اللي ما عندهاش العجانه او البيتخا دير بهذا الشكل هذا، تقعد تخلط فيها بهذا الشكل حتى تعطي لها القوام المطلوب. ندخلوها مليح مع الزبده. هنا البنات ملاحظه، هنا انا نحب الكو تاع القارص، هنا اللي يحب يزيد لها لافاني باش تعطيها رائحه لافاني يزيد لافاني في الاول، يزيد لافاني. وباغ كونتخ انا نسيت ما قلت لكمش ما قبيل الشربات تاعنا، كي قلت لكم كي طيب الشربات نزيدوا لها ملعقه اكل عصير ليمون وشويه لافاني، لافاني سائله، لافاني سائله باش تعطينا الرائحه في الشربات، باش تعطينا الرائحه تكون مليحه من بعد في لي بابا. ما تنساوش ملعقه من بعد كي طيب الشربات كي تطفيو عليها ديروا لها ملعقه كبيره عصير ليمون وشويه لافاني سائله، فاني سائله. ولا ما عندكمش لافاني سائله هنايا في الشربات ديروا لافاني بودغ اون بودغ، ديروها هنا في العجين، ما تنساوش هذا الامر البنات، انا نسيت ما قلت لكمش عليه من قبل باش تعود سما رائحه مليحه مع رائحه الليمون، قشور الليمون والقوت ديالو. نبقى
هذا الخلط ندير به كيما هاك مليح، نخلط مليح حتى تمزج لي لا مارغرين مع العجينه مليح بهذا الشكل. كيما هكا راهي سي بون، راهي واجده. من جهه اخرى دوك اش راح ندير، راح نوجد لي مول ديالي اللي راح ندير فيهم لي بابا، تدهنوهم بلا مارغرين ودردروهم بلا فارين او الدقيق الابيض. نعاود تدهم له تدهنوهم مليح بالمارغرين وديروا لهم الدقيق الابيض، دردرو درو عليهم الدقيق الابيض. وهنا وانتم توجدوا في لي مول ديالكم هذا توجدوا فيه، هذه واش ندير دوكا؟ دوك نخليها تختمر، نغطيها العجينه ديالي نغطيها ونخليها تختمر. كي تختمر تتخمر باش نولي نحطها في ليمون حتى تتخمر. دوك نخليها تخمر ومن بعد كي تخمر نعاود نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا البنات انا هنا راني وجدت ليمون ديالي، راح ندير فيه هذا الليمون. كل وحده وسمه وذوقها في الليمون اللي تحب ديرهم، تحبوا ديروا في المثقبين في النص ديروا فيه هذا. انا عندي هذا الليمون بور لانستون، عندي هذا الليمون هنا. واش درت؟ راني درت لا مارغرين كيما راكم تشوفوا وغبرتهم بلا فارين بالدقيق الابيض. ها هي ودرت ايضا في هذا المول هذا كما راكم تشوفوا، درت فيه هذا. عندي هذا المول الكبير حبيت ندير سما شكله يعجبني، حبيت ندير واحده كبيره والباقي صغار بهذا الشكل هذا. هنا العجينه ديالي راهي تخمرت، درك نوريها لكم كيفاش، نوري لكم الطريقه اللي تبداو تحطوا فيها في لي مول هذوما. هاي ليكم البنات بعد ما تخمرت لي العجينه ديالي، بسم الله. هاي ليكم، هاي مخمره بهذا الشكل. هنا دوك نجيب سباتول هكا ونبدا ندير لها نفسد لها التخمار تاعها بهذا الشكل هذا. بسم الله نهبط لها هذا التخمار هذا، نهبطو مليح، تخلطوها مليح. ها تهبطت مليح. دوكا واش ندير؟ الا عندكم كيس حلواني عفوا او بوشادوي ديروا بلا بوش، ولا ديروا بالمغرفه، كل واحد كيفاش يحب يدير كيما تحبوا، يا بلا بوش ولا بالمغرفه. هي بالكيس حلواني هذا كيسهل عليكم العمليه اكثر. انا حندير بوغ لانستون بالمغرفه. هاي ليكم بهذا الشكل هذا، وكتشوفوا واش نديرو. بسم الله هنا ليمول ما تعمروهمش بزاف باسكو من بعد راح تتنفخ، راح تتنفخ لنا لي بابا ديالنا باغ اكزومبل هكا. بسم الله بهذا الشكل. بسم الله نديرو هكا بهذا الشكل، هكا نديرو في الاسفل ما نعمروهمش كيما راكم تشوفوا باسكو من بعد راح تنفخ كيما قلت لكم. بهذا الشكل هذا البنات، من بعدها راح نتنفخ. ودوكا الكميه المتبقيه اللي قعدتنا راح نديرها في هذا المول هذا، هذا نفرغ فيه الكميه المتبقيه. هذه غير نزيد لها شويه برك باسكو هذه ناقصه شويه ما درتلهاش بزاف. فوالا دوك كيما قلت لكم الكميه المتبقيه بسم الله نديرها في المول الكبير هذا. هذا المول هذا بسم الله
هاي ليكم البنات كيما راكم تشوفوا هنا، هاي هاي درتها في القاع من بعد توليت تنفخ لهنا، هاي كيما راكم تشوفوا عامل ليمون صغار، هادو ليمون صغار بهذا الشكل هذا. واش ندير دركا؟ دوك نخلي هاد لي بابا ديالي نخليهم يتخمروا مره اخرى مده 10 او 15 دقيقه حتى يتخمروا لي. من بعد نكون وجدت الفرن نسخنه على 180 درجه، نسخنهم على 180 درجه واللوحه طيب. ومن بعد كي نخرجها من الفرن نوري لكم الطريقه كيفاش تكون، يعني كما قلت لكم شربات بارده ولي بابا ديالي يكونوا سخونين. كما راكم تشوفوا البنات هنا لي بابا ديالنا راهم تخمروا مره ثانيه، هام ليكم شوفوا بهذا الشكل، شوفوا كيفاش راهم مخمرين بهذا الشكل. هاهم هنا دوك نحطوهم يطيبوا بعد ما سخنا الفرن على 180 درجه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. دوك ندخلهم الفرن يطيبوا ومن بعد نوري لكم الطريقه كيفاش للجايه. كما راكم تشوفوا البنات هنا راهم طابوا لي لي بابا ديالي، هاهم ليكم. انا هنا يعني نسيت الفور حمارو لي بزاف من التحت، حمارو بزاف باسكو نسيتو. هنايا دوك كما راكم تشوفوا هاهم طابوا ونحيتهم، تنحيوهم تما هنا نحيهم هكا، هاهم بهذا الشكل نحيهم. تعاونوهم هنا بالسكين في الحاشيه، تعاونوهم شويه باش يطيروا لكم فاصيمه. هنا واش ندير دوكا؟ راهم سخونين هنا، نفقب بالكيودو هاك، ثقبوهم مليح باش تدخل لهم الشربات. نثقبوهم مليح بهذا الشكل، عفوا ومن بعد نجيب الشربات ديالي كما قلت لكم. هاي ليكم بعد ما ثقبتها بالكيودو، ها هي اللوحه هنا، اللوحه تتشرب نخليها تتشرب مليح. كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هذا، ها هي نقلبها هنا، نقلب هذه هنا. لي بابا راه مسخونين والشربات راهي بارده باش تشرب لنا مليح، تتعسل مليح بهذا الشكل. كما قلت لكم كي راهي مثقبه راهي تدخل لها الشربات من الداخل. ما من الكبيره نثقبها بنفس الشكل، باغ كونتخ الكبيره لي بابا هذيك اللي درتها في المول الكبير ما نحطهاش هنا، نفرغ عليها الشربات في المول، نثقبها نحيها سامل المول باش نطير لي فاسيلمون. ومن بعد نعاود نرجعها فيه نثقبها بالكيوردون ونعاود نكب عليها الشربات، نفرغ عليها الشربات من جهه اخرى. هاي ليكم الكبيره اللي درتها في المول الكبير هنا. دونك بعد ما نحيتها من المول كيما قلت لكم هاي نثقبها مليح، نثقبها مليح بهذا الشكل هذا باش تدخلها مليح. دونك نعاود نرجعها في المول، نعاود نرجعها في المول تاعها بالشكل اللي كانت عليه، ونعاود نفرغ فوقها الشربات ونخليها تشرب مليح. هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما درتهم في الشربات يتشربوا لي، هنا راني حطيتهم هنا يتقطروا، هاو ليكم يقطروا، حطيتهم بهذا الشكل حتى يقطروا مليح. كي يقطروا مليح ندير لهم كريم شانتيي ولا وديف خوي معاهم. هنا التزيين كل واحد وكيفاش يحب يزين، ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. وبلا ما ننسى البنات ولا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم ما تبخلوناش بجام وكومنتير، واللي ماهوش مابوني عندي نتمنى يابوني عندي باش يلحقوا كل الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه قادمه ان شاء الله.